النقاط بإيجاز. أول حاجة بيقول إن مجلس الإدارة يعني جاء قراره نزولا على رغبة الجماهير أو خضع لضغوط الجماهير لما قام بتغيير الجهاز الفني. طيب نرد هنا الأول. اتفضل يا كابتن علي. حاجة حاجة. مجلس لجنة الكورة ومجلس الإدارة الكلام ده يتقال لو كان الكابتن حسام البدري أو جهازه تعرضوا للإقالة، ولكن العكس صحيح. الكابتن حسام البدري قدم استقالة وأصر عليها لدرجة أنه هو كلفني أنا شخصيا أن أعتذر للكابتن حسن حمدي لأنه لم يقابل لجنة الكرة، لم يتقدم باستقالته أمامها، ومن ثم ما كانش في مجال حتى لمناقشته حتى يتراجع عن هذه الاستقالة. كابتن حسام أصر على الاستقالة لشعوره بأن المناخ اللي بيعمل فيه مش في صالح أو بيمثل عليه ضغط. إذن بنرفض تماما كل من يشير إلى أن المجلس مهندس عدلي قيعي الآراء اللي بتقول المجلس ما دعمش كابتن حسام هي آراء غير صحيحة. يعني هو كابتن حسن ربما يكون مستاء من الكابتن حسام لأنه كان يرى أن لا يتقدم باستقالته. النقطة الثانية المهندس عدلي القيعي، النقطة الثانية المتعلقة أيضا بتصريحات أبو تريكة وأنها كان فيها نوع من الإدانة أو الإساءة للمدير الفني لما قال أنه بيشعر بارتياح وحالة نفسية وفنية جيدة فقط مع مانويل جوزيه وحسن شحاتة، رأيك إيه؟ أنا اللي فهمته حتى من كلام الكابتن حسام أن أبو تريكة ما قالش فقط، إنما هو سأله علاقتك بالكابتن حسن شحاتة وكابتن مانويل جوزيه إيه؟ قال له أنا بشعر معاهم بالارتياح، ولم يسأله عن علاقته بالكابتن حسام البدري، ومن ثم ان الناس ذهبت الى الاستنتاج بانه لا يرتاح مع الكابتن حسام البدري، وهو ما نفاه كابتن ابو تريكه ونفاه كابتن حسام البدري بعد كده، وقال انا يعني لم يسال ابو تريكه عن علاقته بي حتى يقيم هذه العلاقه، ومن ثم يبقى الكلام ربما يكون حمل اكثر من معناه، ولا ارى اكثر صدقا من ان يسال الطرفين دول كابتن حسام وكابتن ابو تريكه، لان انا ما اقدرش احكم ولا ادخل في افكار الاخرين. ايضا مهندس عدلي القيعي الكابتن مصطفى يونس اشار الى ان اسباب التغيير في الجهاز الفني او المرحله الجديده مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي هي فقط مباراه واحده، مش حاله عدم استقرار بشكل عام في صفوف فريق الاهلي في الفتره اللي فاتت. يا ريت حضرتك توضح النقطه دي، وان القرار ما جاش فقط للهزيمه من الاسماعيلي. لا طبعا، هو يمكن هزيمة الإسماعيلي كانت القشة التي يراها كابتن حسام قسمت ظهر البعير، ولكن كان قبليها كان فكر أكثر من مرة وصرح للمقربون لديه، وهذا ما فهمته منهم أنه يفكر في الاستقالة، كان لا يشعر بأنه يعمل بهدوء وفي مناخ صحي أو بارتياح، لأنه كان يشعر بأن الكثير من الأمور تضغط عليه. والمهم أن دلوقتي يعني الناس اللي كانت بتنتقده كثيرا منهم بيدافعوا عنه، وده دأبنا إحنا يعني هنا في مصر العاطفة تجرفنا ونتحدث عن أمور ثم نرجع نقول يعني ظلم الكابتن حسام. هو الكابتن حسام ظلم، مش عايز أناقش، ولكن اللي ظلمته الظروف وليس أحد آخر. أيضا أشار الكابتن مصطفى يونس إلى أن الأمر يتطلب محاسبة للمسؤولين عن إحضار أو التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب اللي هم أقل من مستوى وإمكانات النادي الأهلي زي فرانسيس وغدار. زي فرانسيس وغدار تحديدا. فرانسيس تم اختياره خلال معسكر الفريق بألمانيا وخلال مشاركتهم في دورة الزيتون، والاختيار جاء بناء على ترشيح من وكيل لاعبين ألماني اسمه زمر، والكابتن حسام أرسل من هناك الوكيل الألماني وأرسل اللاعب للتعاقد معهم. فإذا الاختيار اختيار فني في المقام الأول وعن طريق وكيل لاعبين أجنبي، ورغبة الكابتن حسام البدري نفسه في ضم اللاعب حد شافه غير كابتن حسام وكابتن هادي في معسكر الفريق بألمانيا. وغدار غدار رشح من قبل وكيل أعمال خليجي اسمه محمود وجاء إلى القاهرة، وكان حضر فترة اختبار مع الفريق، وكانت التقارير أنه يعني موافقين عليه إلا إذا لقوا حد في المواصفات اللي هم منتظرينها. هم كانوا عايزين لاعب سريع قوي محطة نمرة 9 تحديدا، أنه يقدر يعمل الدور، أنه يعني الفريق يسند عليه. لما للحظات الأخيرة لم يتمكن يعني
كابتن عماد متعب لاخر لحظه، كنا بنتوقع استمراره، ومن ثم يعني مش عايز اقول لك ان كان مفروض ان ما يبقاش فيه لاعب اجنبي لو كابتن عماد متعب كان تواجد، وكان هيبقى جيلبرتو حتى النهائي، ولكن الامور كلها اختلفت في اخر يوم، اخر 48 ساعه واخر يوم تحديدا. وغدار سئل عنه احد خبراء الكره اللي نفق فيهم وكان مرنه في لبنان اكثر من عام، وقال انه لاعب جدير بالنادي الاهلي. وغدار لم ما نقدرش نقيمه ونحكم عليه بالفشل، لانه اعتقد انه يفتقد بعض الثقه من كثر الضغوط اللي يتعرض لها الفريق وهو بصفه شخصيه، ولو تحرر من هذه الضغوط ربما نشهد لاعبا جيدا ربما. يعني المهندس عدلي، حتى لو اتفقنا في النهايه او وصلنا لمرحله اجماع المسؤولين في النادي مستقبلا على ان غدار وفرانسيس الاختيار جانبه التوفيق او اقل فنيا من توقعات وطموحات النادي الاهلي، لكن لا اعتقد حضرتك لا تتفق مع الاراء اللي بتطالب او بتصف الامر بانه اهدار لموارد النادي، اعتقد في مبالغه في الوصف. عايزين هنا نتوقف لحظه يا استاذ محمد، لازم نعرف انه لم يحدث في اي لحظه أن تم اختيار أي عنصر من العناصر سواء في الناشئين أو في الكبار إلا بموافقة الأجهزة الفنية، لم ولن يحدث. الاختيارات هي رقم واحد، اللي عنده الفيتو اللي عنده القرار هو الجهاز الفني، وكابتن حسن وكابتن خطيب كابتن طارق سليم بياخدوا الترشيحات وبيناقشوا الجهاز الفني، وإذا حصل نوع من الاختلاف بيرجح كفة الجهاز الفني. دائما أبدا الجهاز الفني لا يوجد لاعب داخل الفريق لم يختار إلا عن طريق الجهاز الفني، دي حاجة لازم نوضحها. بالنسبة للكابتن مثلا الكابتن حسام غالي وكابتن محمد شوقي، دول في اللحظات الأخيرة أنهوا عقودهم مع نواديهم، وكان من الطبيعي أن يعودوا إلى بيتهم، لانهم يعني الكابتن مثلا حسام غالي كان في منتخب مصر للحظه الاخيره قبل انضمامه الى النادي، وصفقه بيعتمد عليها في الاهلي في كل المباريات بصفه اساسيه. محمد شوقي اذا استعاد مستواه وهو في طريقه لاستعاده مستواه باذن الله هيكون الاضافه اللي نتوقعها، وجاءوا عن طريق نادر شوقي اللي هو المدير الوكيل اللاعبين بتاعهم. الكابتن جده وعبد الحميد شبانه يعني حد يصف دول بصفقات غير ناجحه. المهم ان جاءوا عن طريق محمد شيحه. مين تاني؟ ابو سعود حارس مرمى، كل الناس كانت بتطالب ان يوجد حارس بمستوى والنظره المستقبليه وسنه وحتى الجمهور شايف انه حارس مرمى واعد. كابتن عدلي شايفين عنده مستقبل كبير ان شاء الله. وجاء عن طريق وكيل اللاعبين سمير السيد. انا بقول لك كل حاجه بالوثائق بتاعتها او بالمرجعيه بتاعتها، ومن ثم يعني الكثير مما يقال يعني احنا بنرد عليه بموضوعيه وبهدوء، ومش بنرفض الانتقاد ولا النقد، ولكن بنقبل الحوار، ويا ريت يبقى الحوار يسبق الاحكام بس. هي صحيح دي صحيح. وحتى كلام حضرتك كمان عن النجم محمد شوقي بيؤكد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي انه بصدد يعني اعاده اللعب لمستواه والاعتماد عليه بقوه في الفتره اللي جايه لخبراته الكبيره طبعا. بدليل يا استاذ محمد ان كل الناس قالت انتوا بتلموا قال مع نجوم الكوره، ولما يحصل حاجه يقول لك الصفقات دون المستوى المتطلبات. يعني عموما في النهايه المهندس عدلي القيعي حضرتك بتقول ان الحوار طبعا مقبول وامر طبعا مطلوب على كل الاصعده وكل المستويات، ولكن بما لا يحمل اي تشكيك في النوايا وفي محاوله الاداره لامور النادي بالشكل الامثل فنيا وماديا. على اي حال يعني اداره النادي الاهلي حتى الماضي القريب كانت هي النموذج اللي كانت كل النقاد بيقولوا للانديه اعملوا كده. ما اعرفش كيف يفقدوا هذه الميزه في 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 بسرعه. يعني اعتقد ده موضوع فيه عاطفه اكثر ما فيه موضوعيه.
نشكر حضرتك على مشاركتك معنا وعلى يعني تحليلك للأمور ولبعض الآراء اللي جت من خلال برنامج الكابتن مصطفى يونس، ووجه انتقاداته طبعا من خلالها إلى بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وبكرة القدم وإدارة الأمور فنيا وكرويا في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت. شكرا جزيلا للمهندس عدلي القيعي. بنأكد مرة تانية وبتفق أو بضم صوتي لصوت المهندس عدلي القيعي اللي قال إحنا بنقبل الحوار، بنقبل النقد، الاختلاف في الرأي حتى